أول كلمة بإذن الله وبإذن كل شرفاء ومناضلي جبهة التحرير الوطني سأرجع بريقة جبهة التحرير الوطني وسترجع على السكة الحديدية السكة نتاعها، وسنعمل جاهدين لاستقطاب الشباب والشابات والإطارات الكفءة والنزيهة ليتصدروا المواقع في الاستحقاقات القادمة. وشكرا. هل تعتقد أن الأفعال سيعود أقوى مما كان عليه؟ سيعود أقوى بإذن الله. يروح كما خرج وكما خرج. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.